صديقي وحبيبي وأبوي ومرشدي وعزوتي الشيخ الدكتور بدر بن نادر المشاري، مساك الله بالخير. يا مرحبا، أنت بنسميك طال عمرك زهرة القلب الحقيقة. تسلم يا شيخ. أنا شفتك الحقيقة تنومس وأفرح وأسعد وأحبك، وأعرف ما شاء الله أثرك على الناس الطيب، فالحقيقة أقول هنيئا لنا بك وهنيئا لعتيبه بك وهنيئا لي أنا بكم يعتيبه كلكم. تسلم يا شيخ وما عليك زود. يا شيخ حنا بناخذ قرطوع من هداج ولكن بطريقة مختلفة. لبيك. بنعطيك يا شيخ مصطلح وأعطنا ما جزاؤه. لبيك. ما جزاء الصبر؟ الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أول شيء إيش معنى بغير حساب؟ شوف أي واحد صابر على ظلم، صابر على تعب، صابر على ألم، صابر على مصيبة، صابر حتى على الكرم والشجاعة، ترى هذا الصبر توفاه بغير حساب. يعني إما تدخل الجنة من قبرك إلى الجنة، ولا أدخل الجنة وخذ اغرف من الحسنات ما شئت. فجزاء الصبر الجنة. ما جزاء بر الوالدين؟ في الدنيا رزق يمد الله في عمرك، وفي الآخرة جنة ويرضى الله عنك، لأن الله رضاه من رضا أمك وأبوك، ودخول الجنة تحت أقدام أمك الجنة، وأوسط أبواب الجنة أبوك. فإذا بغيت الجنة كما يقول ابن عباس، أقرب وأخصر طريق إلى الجنة أمك وأبوك، لا تدور شيء بعيد، ادخلها من قريب. ما جزاء الإحسان للزوجة وما جزاء الإحسان للزوج؟ وشوف ملخص الحديث، هي جنتك ونارك وأنت جنتها ونارها. أنا أقول للمرأة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صامت المرأة شهرها وأدت خمسها، يعني خمس صلوات، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، دخلت مع أي أبواب الجنة شاءت، اختار الباب اللي تبين ودخلي. أما الزوج، أحسن الرجال وأفضلهم وأكثرهم وأحسنهم خلقا وخيارهم كما قال النبي، أحسنهم أخلاقا مع زوجاتهم. الإحسان صفة الرحمن، وأعلى درجة في الإسلام الإحسان، فأحسن إليها ولتحسن إليك، وأبشروا بالجنة تدخلان مع بعضكما. ما جزاء تارك الزنا؟ ترك الزنا على كل مسلم واجب، وتراك إذا تركت الزنا لله، أنا أقول لك توسل إلى الله بتركك لهذا الزنا، وادعو الله تستجاب دعوتك ويفكر بك. تعرفون الثلاثة اللي دخلوا الغار، واحدة منهم لما نسك الغار قالت اللهم إنه كان لي ابنة عمة راوتها عن نفسها فرفضت، حتى احتاجتني عطيتها مال فوافقت حاجة للمال، ثم لما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. يقول قمت لله وقعدت يتوسل إلى الله، إن كان ما فعلته خالصا لوجهك فافرج ما نحن فيه، انفرجت الصخرة. إذا تارك ذلك لوجه الله أبشر بانفراج الكرب وذهاب الهم، أيضا ترك تستظل بظل الرحمن يوم القيامة. ما جزاء انزال الناس منازلهم؟ هي واجد، لكن خذ منها ثنتين. اللي ينزل الناس منزلتهم هو يرتفع عند الله لأنه متواضع، ومن تواضع لله رفعه، وتفرح أخوك المسلم حتى لو كان في الناس عادي. ولذلك إدخال الفرح على هذا المسلم يدخلك الله به، يدخل الله عليك به الفرح، فأنت كسبت الثنتين، أنك ارتفعت وأنك أدخلت السرور والفرح على أخوك. وبعدين الله يا جماعة الخير، ترى الله يعاملك مثل ما تعامل الناس، إذا رفعتهم رفعك، إن أحسنت إليهم أحسن إليك، أعطيتهم أعطاك، أهنتهم يا ويلك. تسلم يا شيخ، علومك كلها طيبة ما شاء الله يا سعيد. جنبية هي رمزية فقط، طبعا احنا نحترم تراثنا سواء كان من الجنوب او كان من الشرق او كان من الغرب، لان كل الخضرة المملكة العربية السعودية تراها هنا في قلوبنا. تسلم يا شيخ، احنا نعبر لك عن محبتنا، هذه هديتك غالية وانت غالي والله، نحبك ونحب قبيلتك ونحب اللي يجي مع غالي. يا بعد راس يا شيخ، يا بعد راس. تسلم وبشتني يزهاك على ما يقولون. والله يا شيخ انك احرجتني، واني ما عمري طبيت مجلسك الا طلع بشيء طيب. هذا اقول اقل حقك علينا، ودي انك تلبسه في العرس باذن الله. ايش رايك نزوجه؟ اوه حدري على قصايد. لا لا ايش رايك؟ لا خلاص بيزوج ان شاء الله. يا زوجوه عجلوا علينا، ولا ترى زوجناه احنا. استاهل استاهل غازي. الله يكرمك.